إذا نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الاشتباكات وهذه الصور التي تصلنا مباشرة للمتظاهرين الموجودين في المنطقة الخضراء والذين يطلقون النار وهم يعني كما نراهم مسلحون إثر اشتباكات عنيفة بدأت منذ يوم أمس وتستمر حتى اليوم وكانت قد بدأت باشتباكات متقطعة فجر هذا الصباح وهي مستمرة حتى الساعة وكان هناك دعوات من قبل الحكومة العراقية لتهدئة النفوس وعدم الانجرار وراء الفتنة أيضا الرئيس العراقي برهم صالح كان قد وجه دعوة مماثلة وكان هناك دعوات من قبل الإطار التنسيقي للتيار الصدري للعودة إلى الحوار هذا الحوار الذي كان من المفترض أن تشارك فيه كافة الأطراف من أجل إنهاء الأزمة السياسية قبل أن تتفلت الأمور وتصل إلى اشتباكات ميدانية عنيفة. حتى الساعة وبحسب المصادر الطبية العراقية هناك 23 قتيلا ومئات الجرحى سقطوا جراء هذه الاشتباكات وكان أيضا هناك ردود فعل عربية ودولية أبرزها رد فعل الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي حذر من انزلاق الوضع إلى مزيد من العنف والفوضى ودعا إلى ضبط النفس والابتعاد عن المظاهر المسلحة كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان له موقف أكد فيه دعم مصر للعراق في ظل كل ما يجري وأيضا شدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار كذلك أيضا أعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن هذه التطورات الأخيرة في العراق ودعا إلى الحوار والبحث عن حل سلمي موقف مماثل طبعا لبريطانيا عبر القائم بأعمال سفاراتها في بغداد وحذر من أو دعا إلى الامتناع عن اقتحام المباني الحكومية نعود إليك حيدر يعني كنت قريبا من منطقة بوابة كرادة مريم ونحن لازلنا نتابع هذه الاشتباكات في ظل انتشار أمني مكثف ما الجديد الذي شاهدته ورصدته؟ نعم الآن الجديد ازدياد أعداد المسلحين أعداد كبيرة الآن تصل من قاذفات الـ RPG أمام ميشا من قبل المسلحين هناك إسناد واضح يأتي إلى المسلحين من قبل مناطق عديدة من بغداد هذا يزيد من أمد الاشتباك ويزيد من حدة المواجهة واضح أن الأمر تطور أو يتطور من الآن فصاعدا حسب ما ألاحظه أمامي ميشا التعزيزات كبيرة تصل الآن وأيضا انتشار للمسلحين في مناطق أوسع من المنطقة التي يدور فيها الاشتباك حاليا تعزيزات المتظاهرين تصل باستمرار تعزيزات القادمة للمسلحين تصل بشكل كبير جميعهم يحاولون تقديم الدعم والإسناد إلى المتظاهرين أو المسلحين الموجودين هناك الموجودين في منطقة كرارة مريم أو قرب بوابة مجلس النواب العراقي مصممون حدثت مع أحد منهم يقولون أننا مصممون على اجتياز هذا الحد الفاصل الذي ترينه الآن من السفن القرطانية اجتياز هذا الحد الفاصل والدخول إلى داخل المنطقة الخضراء لمحاولة العودة مرة أخرى إلى داخل المنطقة الخضراء من مختلف الأفرع والأزقة الآن أمامي يخرج المسلحون ويقدمون الإسناد للمسلحين المتواجدين قرب بوابة مجلس النواب العراقي واضح أن وضع الاشتباك وأمد الاشتباك سوف يطول ووضع الاشتباك آخر في الاتساع والتطور هنا في المنطقة على الأقل التي نتواجد فيها في منطقة كرادة مريم
أيضا سيارات الإسعاف أرى يعني تنقل باستمرار أعداد من الجرحى من منطقة الاشتباك، وأيضا حتى عربات التوك توك تقوم الآن بالوصول إلى نقطة الاشتباك ونقل المصابين الذين يسقطون من جراء هذه المواجهات العنيفة قرب بوابة مجلس النواب العراقي داخل المنطقة الخضراء. المسلحون يحملون قوة غير معروفة داخل المنطقة الخضراء، مسؤولية صب التظاهرات واحتجاجات يوم أمس السلمية بالقوة، وأيضا هذه القوة التي توجد داخل المنطقة الخضراء واضح أن لديها الأوامر بعدم السماح للمسلحين بالدخول أكثر أو اجتياز الحد الفاصل بينهم وبين الحد الفاصل الذي يقود المسلحين إلى داخل المنطقة الخضراء. هذا هو الوضع الآن منشا، هذا هو الوضع الآن أمامي، وضع مربك جدا، وضع آخر في التطور في كل لحظة وفي كل دقيقة تمر. نعم منشا. حيدر، هل تصلك معلومات من مناطق أخرى ليس فقط يعني المنطقة الخضراء ببغداد؟ يعني ماذا بالنسبة لباقي المحافظات؟ هل هناك تحشيد وتجمهر لمناصري أحد الحزبين أو التيارين؟ حقيقة ميشا يعني الآن نحن نتواجد، صح أن أغلب الآن تيارات الإسعاف تقوم تمر كما تسمعين ميشا، نعم، تقوم بنقل الجرحى من داخل مواقع الاشتباكات.